مزمور 91. أساكن في ستر عالي في ظل القرير يبيت. لما فكرت إني أنا ألحن وأوزع هذا المزمور، وتأملت في كلماته الجميلة جدا اللي بتحكي عن حماية الله في حياتنا، تذكرت كلام السيد المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. وأيضا شعر من شعور رؤوسكم لا تسقط إلا بمعرفة أبوكم السماوي فيها. بتمنى أنه هذا المزمور، بصلي أنه يكون سبب بركة لك واحد عم بسمعه، عشان حط ثقته في الله السائد على الكل. آمين. في ظل القدير يبيت.
جعلت العلي يا مسكنا ولا تدنو ضربة من خيمتك لأنه يوصي ملائكته بك على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك على الأيدي يحملونك لئلا على الأسد والصليب تطعوا الشبل والثعبان تدوس لأنه تعلق بي من طول الأيام أشتهي عبور وأريه خلاص.
Thank you.